أدعو فخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلى أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 90 من الدستور. تفضل السيد الرئيس لأداء اليمين الدستورية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء للتضحيات الكبرى. وفاء للتضحيات الكبرى. ولأرواح شهدائنا الأبرار. ولأرواح شهدائنا الأبرار. وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. وأدافع عن الدستور. وأدافع عن الدستور. وأسهر على استمرارية الدولة. وأسهر على استمرارية الدولة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة. للسير العادي للمؤسسات. للسير العادي للمؤسسات. والنظام الدستوري. والنظام الدستوري. وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي. وأسعى من تدعيم المسار الديمقراطي. وأحترم حرية اختيار الشعب. وأحترم اختيار حرية الشعب. ومؤسسات الجمهورية. ومؤسسات الجمهورية. وقوانينها. وقوانينها. وأحافظ على سلامة التراب الوطني. وأحافظ على سلامة التراب الوطني. ووحدة الشعب والأمة. ووحدة الشعب والأمة. وأحمي الحريات. وأحمي الحريات. والحقوق الأساسية. والحقوق الأساسية. للإنسان والمواطن. للإنسان والمواطن. وأعمل بدون هوادة. وأعمل بدون هوادة. من أجل تطور الشعب وازدهاره. من أجل تطور الشعب وازدهاره. وأسعى بكل قواي. وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا. في سبيل تحقيق المثل العليا. للعدالة. للعدالة. والحرية. والحرية. والسلم في العالم. والسلم في العالم. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. شكرا سيد الرئيس. أعطيك إشهاد بأداء اليمين اعتمادا على بيان المجلس الدستوري المذكور أعلاه، وعملا بمقتضيات المادتين 89 و90 من الدستور، أعطي إشهادا لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أدائه لليمين الدستورية أمام الشعب وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.